منتخب المغرب تاعهم. لا فرحة ماشي مشكل، مبروك علينا كاملين. وراجعين الاداء ديالنا بالدراري اللي كاينين، ولكن كاين اشرف حكيمي من المصريين حتى ما يطلعوا نتلاقاو معاهم، نتمناو ليهم حبوبة. مبروك علينا، هانيان فرحانين بالربح ديالنا. ديما مبروك، ديما مبروك ان شاء الله. هاني على المنتخب، كنتمناو يزيد الماتش الاخر ان شاء الله يربحوا ويخدم نتائج مزيانه. وتحيه للاخوان ديالنا ديال الجزائر، هذوك اخوان ديالنا رغم اللي كيقول، هذوك ديما كيبقاو خوتنا في السياسه، وداك الشيء كيبقى داك الشيء بعيد، انما الفيدنا ما كايلاش. القصد فازا، القصد عارف فازا، فازا على الميكرو، وراني الميكرو القصد فازا، والله تجي جاسي راسي، والله تجي والله راني الميكرو القصد فازا، القصد فازا. مشاهدينا فرحة الجماهير المغربية أكيد كاملين فرحانين بالتعهد. أجينا حياتي ما بغيتيش بالي حياتي زكريا هانية هانية مبروك علينا كاملين وتبارك الله عليك وهاد يا مغربية يا مغربية عرش الملك هاك زكريا قربي انت قربي قربي مبروك علينا تبعتي الماتش خدامة برافو بعد المرأة المغربية المقيدة برافو عليك فرحانة بالتعهد شنو بغيتي تقول للمنتخب المغربي ديالنا؟ ان شاء الله باذن الله تعالى ونجيو ان شاء الله للفينال هنايا ان شاء الله مرحبا الله ينصر سيدنا عيش الملك ومدرب وعيش وغاربة كاملة في نار بقى تمام يا الله الله يبارك إذا المشاهدين كيف تبعتوا معنا فرحة كبيرة للجماهير المغربية هنا بمقهى 8 بحيرة لا مريم كنا التوفيق فرحة حبيبي تبارك الله بغينا نختموا لا ختموا مبروك علينا ولعبوا ان شاء الله الكوت ديفوار ولا مصر اللي جا في الطريق مرحبا الف مبروك النخبة المغربية مبروك للجميع ديما مغاربة ديما مغاربة تبارك الله